مقدراً جهودكم التي بذلتموها وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأسمى آيات التهنئة للناجحين منكم، متمنياً لكم مزيداً من التوفيق والنجاح، وأطلب من الذين يسيرون على طريق النجاح مضاعفة جهودهم، وأتمنى على أولياء أمورهم أن يضموهم ويطمئنوهم بأن طريق النجاح ما زال متيسراً. رعى الله الوطن وقائده العظيم، واسمحوا لي الآن أن أستعرض مع حضراتكم نتائج هذه الدورة. بلغ عدد المشتركين في الفروع الأكاديمية والمهنية 175,943 مشتركاً ومشتركة، حضر منهم 150,509 مشتركين ومشتركات موزعين على النحو الآتي. أولاً، الطلبة النظاميون بلغ عددهم 89,441 طالباً وطالبة، حضر منهم فعلياً 80,575 طالباً وطالبة موزعين على فروع التعليم كما يأتي. وبالمناسبة، نسبة الحضور مرتفعة نسبياً إلى النسب السابقة، وهذا أيضاً مؤشر جيد على إقبال الطلاب على الامتحان. الفرع الأدبي 39,186 طالباً وطالبة، الفرع العلمي 31,573 طالباً وطالبة، الفروع المهنية 9,770 طالباً وطالبة، الفرع الشرعي 46 طالباً وطالبة. علماً بأن هؤلاء الطلبة سيتقدمون في الدورة الصيفية القادمة لاستكمال متطلبات النجاح. الأخوة والأخوات، والآن اسمحوا لي أن أعرض عليكم أسماء الذين حققوا أعلى المعدلات ممن أنهوا متطلبات النجاح في مستويات المباحث المطلوبة في هذه الدورة من فروع التعليم وعلى النحو الآتي. الفرع العلمي، الترتيب الأول، نور جريس حنا سمردلي، المعدل 99.5، مدير التربية عجلون. الترتيب الثاني، عمار سلامة رضوان رجوب، المعدل 98.3، الجامعة. الثالث، إسماعيل عبد القادر عبد الله أبو سليم، المعدل 98.1، الشون الجنوبية. الفرع الأدبي الأول، دانيا أمجد محمد الزغاري، المعدل 94.2، قصبة عمان. الثاني، علا محمود عواد النعيرات، المعدل 93.7، مديرية وادي السير. الترتيب الثالث، شيماء صالح محمود أبو سعود، المعدل 92.9، مديرية ماركة. فرع الإدارة المعلوماتية، ترتيب الأول، سلسبيل حسن عمر الجارودي، المعدل 86.3، مديرية قصبة إربد. الترتيب الأول أيضا، ملاك محمود مبارك الجبور، المعدل 86.3، مديرية قصبة إربد. الترتيب الثالث، رحمة سهيل محمد مقدادي، المعدل 84.9، مديرية الكورة. فرع التعليم الصحي، الأول، بلقيس أحمد خليل صندوقة، المعدل 79.8، مديرية وادي السير. الفرع الشرعي، الترتيب الأول، أحمد عبد الرحيم محمد أمين دواية، المعدل 85، مديرية ماركة. الفرع الصناعي، الترتيب الأول، الطالب محمد فايز محمد الزعاترة، المعدل 91، مديرية مادبة. الفرع الزراعي، الترتيب الأول، نادين سمير محمد سعيد والويل،
المعدل 91.9 مديرية ماركا. الفرع الفندقي ترتيب الأول عمر ماجد خالد أبو رداحة، المعدل 90.8 مديرية ماركا. فرع الاقتصاد المنزلي ترتيب الأول أحلام أحمد علي قاسم، المعدل 96.1 مديرية الرصيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.